هذه الشالة مهداة من الأخت أم فارس آل عطوة إلى أختها فايزة محجوب بمناسبة التقاعد. للطلب بدون حقوق أو الاستفسار. حسنك رذيع وهبة فيك طيب وقار وغلى الوصوف الثمينة بالزين في اجتباها والطبع عذب زلال ومن كل عواذل تغار والمعالي للعلا مفتوح لك بابها والمعالي للعلا مفتوح لك بابها العروسة هذه النسخة للاستماع مفتخر يمنع استخدامها محمر وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-021 في عام 44 وألف كانت تقعد بها شمسانة فعلا كانت تقعد فايزة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-021 للطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4-8-021 التواصل على جوال 05-333-4-8-021
مراحل العروسية. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل